السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة ثانية في فيديو جديد، وسامحونا قطعنا عليكم فترة طويلة، لكن لأنها فترة امتحانات وشوي صعب أن نسوي فيديوهات في هاي الفترة، وانشغلنا بكم من شيء، بس الحين إن شاء الله بنرد لكم قريب. وبداية بنبدأ بهذا الفيديو. في هذا الفيديو بنتكلم عن دبات التلوث، بنعطيكم نبذة عن دبات التلوث، شو هي دبات التلوث، مسمياتها، شو فوائدها، شو أضرارها، هل المفروض نشلها ما نشلها. بنتكلم عن هالأشياء اليوم إن شاء الله. هني عندنا واي بايب مطلعينه من الجيم سييرا. الواي بايب هذا مثل ما تشوفون فيه ثلاث دبات تلوث. الواي بايب هي القطعة اللي تشبك المنفول اللي جاي من الوكالة بباقي القزوز. فالواي بايب دائما تكون دبات تلوث في هذا الواي بايب. هني عندي ثلاث دبات تلوث مثل ما تلاحظون، هاي الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. دبات تلوث يسمونها بعد الكتلايزرات أو دبات البيئة. خلنا نشوفها الحين من داخل كيف شكلها. الحين نشوف دبات تلوث كيف شكلها من داخل. هاي هي دبة التلوث من داخل، مثل ما تشوفون هي عبارة عن قطعة فيها مربعات وايدة. شو فائدة هاي القطعة؟ فائدتها أنها تفلتر الغازات السامة اللي تطلع من الماكينة، وخاصة الهيدروكربونات. تأكسد الهيدروكربونات عشان تتحول إلى ماء وغاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي غازات صديقة للبيئة. فالهدف من الكتلايزر الأساسي إنه يخلي الغازات السامة اللي تطلع من الماكينة صديقة للبيئة أكثر. دبات التلوث من داخل عادة ما تكون شو مصنوعة من أشياء غالية، عشان كذي يكون سعرها غالي مو برخيص. يعني عادة يكون فيها شيء من الذهب والبلاتينيوم، لأن هاي المواد تستعمل فعلا ككتلايزرات تخفف الاضرار اللي من الغازات على البيئه. انزين، ليش الناس يشلون دبات التلوث؟ طبعا الحين انتم عرفتوا ليش ما تبون تشلون دبات التلوث، بسبب اضرارها على البيئه بشكل رئيسي. ليش الناس يشلون دبات التلوث؟ يشلون دبات التلوث لان الموتر يطلع هواء اكثر، فاذا طلع هواء اكثر يكون اقوى، خاصه اذا عليه هوائيات مثل الفلتر والهيدرز بيقدر يطلع هواء وايد اكثر. وبالذات يوم تركبون اللونج تيوب هيدرز مثل هالمكان هني، لازم تغيرون الواي بايب مال الوكاله. الواي بايب اللي انا مركبنا الحين واي بايب ما في دبات التلوث، لانه ما في مكان حقه. مثل ما تشوفون الهيدرز طوال فيوصلون الين تحت، فتحت ما عندي دبات التلوث. في نوع من دبات التلوث يسمونهم الهاي فلو كاتس، اللي هي تسرب هواء اكثر، لكن بعد ما تكون مثل انه ما يكون في كتلايزر ابدا. يوم تشلون الكتلايزر او دبات التلوث صوت الموتر يصير وايد اعلى، لان هي تعتبر كاتمه للصوت. بعد براويكم الموتر من تحت كيف بدون دبات. مثل ما تشوفون هذا الواي بايب من تحت اللي يوي الهيدرز ما في دبات تلوث، بس بيبسيد. من ناحيه الاداء عندكم الاداء بيفرق وايد، بس اول ما تشلون دبات التلوث في سنسرات اكسجين داخل دبات التلوث. هاي السنسرات تشوف الاكسجين اللي يس يطلع كميته نسبته، وتعرف اذا في شيء غلط في الدبات ولا لا. اذا شليتوا الدبات لازم تبرمجون الموتر عاده، لان السنسر مال الاكسجين بيقرا قرايات غلط، واحتمال كبير يطلع لكم التشيك انجن لايت، صوره الماكينه في الداشبورد مال الموتر. عندكم طريقتين تشلون فيهن دبات التلوث. اول طريقه تقصون الواي بايب او تبطلونه اذا براغي، تشلون الواي بايب وتركبون واي بايب غير بدون دبات تلوث. ثاني طريقه تفرغون دبات التلوث، تصيرون عند مكان يعرف يسوي هاي الشغله، تعطونه الواي بايب مال الموتر روحه يفضي دبات التلوث، فيتم شكل الدبه من برا لكنها من داخل فاضيه. بعد سلبيه اذا خلينا دبات التلوث، اذا خلينا دبات التلوث ممكن عقب فتره تنسد هاي الدبات، فاذا انسدت بتكتم حراره بين الماكينه ودبه التلوث، فبالتالي ما بتخلي الهواء يطلع، بيزيد الضغط داخل وبتزيد الحراره وهالشيء يخرب الماكينه. بالمقابل في سلبيتين لإزالة دبات التلوث. أول سلبية هي أن الموتر بيطلع ريحة من هني، الريحة بتكون قوية، فبيكون في ريحة كربون من الموتر. هاي الريحة ما تشمونها إذا دبات التلوث موجودة، أو يمكن تشمونها يعني خفيفة خفيفة. يوم تشلون دبات التلوث بيكون في ريحة، هذا أول شيء. ثاني شيء، في دولة الإمارات العربية المتحدة قانون السير والمخالفات، قانون السير والمرور فيه مخالفة 1000 درهم لقيادة مركبة تسبب تلوث للبيئة. نتمنى انكم تكونون استفدتوا ويانا، وهذا كل ما لدينا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.